هكذا تبدو صورة دجلة في واسط، المنطقة الأشد جريانا في مسيرة النهر. تشكلت وسطها جزر ونتوءات إثر انخفاض مناسيب المياه. تقرير لوزارة الموارد المائية يكشف عن انخفاض المناسيب في واسط بشكل كبير منذ مطلع 2021، إذ وصل عمقه إلى 62 سنتيمترا فقط، وهو أقل بنسبة 50% عن العام الماضي. وفي ظل الوضع الحالي، فإن تأمين مياه الشرب يعد أولوية في خطة موارد واسط خلال الأشهر القليلة المقبلة. نعمل بوزارة الموارد المائية مع الوزارات القطاعية الأخرى وزارة الزراعة، وزارة الكهرباء، وزارة البيئة. هذه تتعامل بموضوعية دقيقة حول التعامل على هذه الشحة، حيث أنه كان من الخطوة الأولى والأساسية أنه كيفية توفير مياه الشرب، وخاصة إحنا مقبلين على موسم صيفي. تراجع كميات المياه غير الواقع البيولوجي لدجلة، فالأملاح الذائبة في النهر ازدادت، ما يقلل التنوع البيئي ويضر تربية الأسماك. طبعا الشحة المائية أثرت على كل القطاعات الزراعة، سواء الجانب النباتي أو الجانب الحيواني. احنا عندنا أيضا المشاريع الأسماك، عندنا مشاريع كبيرة بالمحافظة أيضا تأثرت. تعرف ذكرت لك أن هناك كان نظام مراشنة قاسي جدا. وتفاوتت قراءات تدفق مياه دجلة في واسط، التراوحت بين 490 مترا مكعبا في الثانية ونحو 290 مترا بعدما سجلت أكثر من 700 مترا قبل مواسم الجفاف الأخيرة. من واسط حمزة الأسدي، UTV.